السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توي 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 داك سيرش ريسيرش على هذا فيونج بلاتفورم يبالي 5 دقائق. أشكركم على متابعة السلسلة صراحة، شوف وايدين ما شاء الله يتابعون السلسلة، هابلهم ما عندهم أكل يتابعون السلسلة ومستانسين ويسعدني سروركم. طبعا أنا رديت للمنطقة الأولية، ليش أبى أسوي كم من شغلة، اللي هي أول شيء الجزيرة الأولى ما شاء الله يعني هي صراحة ما فيها حيلة، من أفضل الجزر، هذا رقم واحد. رقم اثنين عندنا فلوس نقدر نسوي ريسيرش بدل ما أسير هناك ستيتس سايت ديبليتد. انزين نخلص المواقع اللي هني ونخلص المهمات هاي اللي موجودة هني، لازم نخلصها. ترى مثلا عندنا انكيبيت ديناصور 260+% كله فوق 60 نيو ديناصور نبه هذا صراحة. انزين عندنا اتشيف ديناصور ريتنج 3 ستارز ديناصور ريتنج، عندنا ديناصور ريتنج نحن، شوفوا شيء جديد. طبعا كومنتاتكم واللي انتو تقولونه والسوالف وكل الامور هاي ترى تسوي فرق، يعني ما شاء الله تعلمنا وايد من وجودكم انتو في المنطقة، يعني من وجودكم من تعليقاتكم، وكل ما انتو تعرقون على شيء معين لوني يمكن ما ارد عليكم بعض الاحيان، لكن تراني اقرا كل شيء، كل شيء تكتبونه انا اقرا، مش معناه اني انا ما اشوفه خلاص ما ارد عليه، لا اشوفه. الحين بسوي حديقة الديناصورات الضخمة، طبعا بسوي مراجعة المهمات شوي، نبي اخلص المهمات اللي موجودة كلها هني مثل ما انتو شفتوا. طبعا من البث بعد قعدنا نبي سكيورتي زي شيبا ليز اسي ترانسبورت تيم تو سيل ات ليست وان سرتوس سبيشيز، هذا يمكن يكون مال الجزيرة اللي عقبها. مستر توماس هذا يبنون احنا، هي هذا موجود والله، هذا اول واحد. انزين خلينا نجيب لنا الاي سي يو لحظه كيف اسوي له موف قبل لا اسوي له خدره. انزين خلينا نخدر هذا واحد وبنبيعه. كونتراكت شو موت مسكين موت سك كومن كولد ما علشته انا، خلينا نشله قبل لا يجي. لا هذا مو شو اسمه، وين ار هذا ار رينجر تيم 1 تاسك، تعال عالج هذا 2 ار اجين 2 تاسك 1 تعال عبوا هذا اكل بعد. هذا حطيناهم ترى في شبكه مع بعض لو تذكرون، قلنا لهم بقى حلوة يعني طيبة. انزين نبا الحين التايل مش الار سل ديناصور، اوكي خلنا نبيع سل ديناصور بحنا يعني بنسوي حظيرة جديدة، بتكون حظيرة شبه نائية خلاص عقب بنحول للزيرة الثالثة. الهدف ان رجعنا واحد من الاهداف المشتركة، اوكي ديسيس اوتو كنترول اوكي نايس، هذا هم نحن كان عندنا المرض سيطرنا عليه ف ممتاز. يعني خلنا نسوي له ريسيرش ريسيرش، ابى السايت مره كلهن دبليتد مو بشيء تم صحيح كلهن وصلن 100 يكون ممتاز والله. زين الحين كنا شنو بسوي ذكروني، هاي ريسيرش بعد باقي دقيقتين بيمديني احط حديقه جديده كامله، يمديني ليش ما يمديني. كونتراكت كومبليت نيو كونتراكت يلا ريكوست نيو كونتراكت بعده. الحين بنحطي الشبك القوي لان بنحطي نحن ما بنحط شيء يعني يحتاج شبك. ايوه ساينس 1000 جست اوكي ايزي، بنحط هذه هني، لا هني بنحط الفيوم بلاتفورم. نحن وين بنحطي؟ نسوي حظيره عوده تركضي الديناصورات هني، هني بنهدد الديناصورات. زين من عند الفندق، خلي اللي في الفندق شو يسوون، يشوفون منو رايح منو راد من وين من المكان هذا، وبنسير عند السب ستيشن او سب ستيشن هنا لين
هني ونبغى new complete genome complete هذا مرة هاي المرة دو خلنا نشوف الجينز research complete الحين مرة research اللي عقبه spawn تعرفون شو spawn معناه ما يوقف هذا مليونين هذا غالي بعد صبر بدل ما نسوي هذا هذا بعد نيو افاليبل هو نفسه من احسن يعني نسوي هذا ونسوي افا زين بسوي عقب خلنا نسوي هذا الحين شو زاد عنا فوسل سي واس فوند اوه نايس وصلوا الجماعة شوفوا وايد شغلات ان نسويها بحيث ان بنحط بيونج بلاتفورم اول هنا تريو هني وين يدخلون الجماعة الطيبة وايد شغلات لسه تدخل في اللعبة يعني عندنا مشوي خلاص سل شوفوا خلاص سل مرة فلوس كاش هايل مرة فلوس كاشين مرة كلهم دبليتد سيروا لين دبليتد نبى منهم شيء بس ما اظني بحتاج المكهرب هني صراحة ما اظني بحتاج المكهرب وين صار بيونج بلاتفورم الرود مو مشكلة خليه يركب ترين كونستركت لحظة نسوي له فلاتر شوية نعدل الترين مولنا ان شاء الله يقعد عدل هي قاعد اخس اخس ما يقعد الا هاي الطريقة معنا بنحطه هنا نحطه هني انا لازم اوصلها بشارع هني شارع سيد البوابة هني لا اللي سويناه بالطريقة هاي بنحط بيبون بلاتفورم من مكان ثاني بس البوابة شوف مكانها مو بزين والله مو بزين شو هاي ديناصورات جديدة الحين متنوعة بنرفع ريتنج الجزيرة دامنا نقدر بنرفعه هني خله هني بنحط لنا دكاكين مش لازم هذا يمي بنا معلوم مشكلة الحين من هالصوب نبه أبا اللي في الفندق يتطمشون بعد من ورا الفندق بني بشارع هني تشوفونه يتطمشون العالم بعد بخلي مساحة طيبة حق العالم كلها تطمش مرة هني مكان ممتاز وهني مكان ممتاز كل مكان ممتاز يعني هو شوي يبالي الوضع تكتكة شوفوا ما نقدر نسوي لهم نطورهم أكثر بنزود كل ديناصورات تزويد فول مرة وين صار هذا مرة لين انت دبليتت مو بشوف منك شيء خلاص ابوك منتهي ابعد ريسيرش اوكي نزيد شو كنا نقول لحقكم الحين يا اعزائي انساتي سيداتي سادتي ايوه نبى الشارع هني وابا دكان هني اخ اخترب الدكان لا ليش ما اخترب لحظة دي ملوش هني حطي بالطريقة هاي لا بعد صح 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 لا 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 لا, لا هني أحسن ليش هني أحسن لأنهم بيصيرون منصة صح إذا بيصيرون منصة الصوب الثاني أحسن وايد يو يا الحظ شوف شو كيف يركب بس قد الشارع بخليه انزين والحين بنحطي ايتم شوب هني انزين ريسيرش كومبليت شوفوا هذا شوي طور ضخم بس دام الشارع فل هذا المطلوب انزين ونبغى هني جيد شكله ولا تعبون لا جيد بس يبغى له
مقبولة الحين أكثر. زين وهذا في كهرباء له ولا ما في؟ ولا ما يبغى؟ ما يبغى شكله. زين خلنا نمشط شوي شير بعد. شوفوا الحين هذا اللوكيشن الجديد لازم يكون فيه اهتمام. هذا على فكرة من طلباتكم أنتوا خلال السلسلة نحن قاعد نسوي هاي. تبون مكان جديد جالسين نسوي في نفس الوقت عسى أخلص مهمات قد ما أقدر. على أساس أسوي ريسيرش قد ما أقدر على أساس أسير الخريطة اللي بعدها عندي جاهز. هالأمور جاهزة ومتكلين على الله وسايرين خلاص. مرة ما قاعد أسويها هني وأسويها مرتين وثلاث وأربع ما لها حاجة. نبى ماي هني. أوكي نبى ماي هني ونبى أرفع أرفعه من ورا شوي أساس على أساس إن هني أوكي ما بينقزون طبعا اللعبة. وإذا نقزوا معناه شيء عجيب. أوكي خلهم شوي خصوصية يبون بعد. ترى بدون الخصوصية اللي أنا فهمته ممكن يتعبونهم الديناصورات. كديناصورات تتعب. هذا يسدهم خصوصية. أهم شيء نحن بنحط حيوانات عاشبة كلها أخبركم الحين. فبنحط هاي اللي. خلنا نبدأ أوردي نسوي هاتشنج. أوكي هاتشنج بنبدأ. خلنا نسوي هذا. ها طويل شكله صدقوني. يبال الأكل العود. يبال الأكل العود. ما له أي جين موديفيكيشن عندي بس له هذا. بغير شكله زين. أوف اللايف سبون 100% بس فيبلتي بيخل خلى نفس ما هو معدل. أوكي هذا شو السوشيبلتي ماله؟ ما اقدر اشوفه هنا. بنسوي انكيبيت واحد بنشوفه. اوكي برد على مونستروسس رغورغوسس هذا مرم ما ظن نسوينا منه. بعد ما عندي موديفيكيشن هنا حق جينز هنا ردي معدلين الحين. ردي ابلايد سمثينج حلو موديفايد. بنسوي انكيبيت حق واحد ثاني حلو. وبنيب أكله هني. بنيب شارع وين بعد؟ شوفوا بيوم بلاتفورم عنا الحين هذا. فهذا ها بعد غير نمونة هذا كيف ما أحطيه يعكس. أيوة أوف 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 هذا والله إنه مضبوط. شوفوا والله انه مضبوط. شوفوا لوين يغطي. يوه ما شفت شعره والله. عادي يكسر الظهر ترى. بس انا عندي فلوس بس انه لازم اتشيك بعد الاسعار. 150,000 لا زين وايد زين. بعد ما ادش في الغالي هني. بعد بحطي مطعم اتصور. بحطي مطعم هني بعد. قفوا وين موت. هذا ليش موت؟ dead old age. اوكي هذا ما اقدر اسوي له شيء. مات من عمره. بنسوي المستروس الثاني هذا حقم دام انه هذا موت. ما يصير ادمن المستروس هذا. ايه لا هذا مسوينه انا. كيف ما مسوينه والله اني انا. بقول لكم مش مسوينا بعد. هو لازم شو اسمه لازم نسوي واحد مش مسوينا ودنيا هات اللي معدي عليه ونعرفه نحن. زين فيزيترز بيون على البلاتفورم الجديد. شو ما بيون على البلاتفورم الجديد اكيد بيون. ليكم في واحد ثاني موت. ليكم في واحد ثاني ميت. لحم ترى استوت عندي شوي. اها هذا جهز احيد انا هذا. سويناهم population 3 قلنا لان كبرنا المكان وايد. يود.
اوكي شو الورد موري عم يسووا لي فيها افلام هنديه؟ خلنا نشوف هذا اي اكل يبوله. لحظه خلنا نشوف على قياس بنعطيه يبوله. هاي لها وين بيوصل حقها؟ والله ما بيوصل. بعدنا الديناصورات الكبار بعاد عنهن والله. والله بعد يبالنا شوي مشوار يعني. بس بنحط كولكشن ديناصورات يعني لازم. هني شو ما حطينا هناك؟ كلوث شوب بنحطيه هني. شوف الستاندر بين كل مجموعة مطاعم مجموعة شو اسمه عندي انا لازم مطعم. ما ادري عنكم بس انا احب الاكل واحب ان اسوي اماكن حق الاكل حقهم. يوصل لهم كهرباء؟ اي يوصل لهم. ريسيرش كومبليت. يلا اللي بعده. نحن رادين حق الريسيرش اصلا. خلنا نسوي ها بعدين. ما نقدر اسوي الحين. مش هذا لا. هذا دام عندنا فلوس. شو هالشغلات الغالية خلتني اقرر ارجع الجزيرة الاولى وقاعد شو اسوي. انكيوبيت. مش هذا لا. انكيوبيت هذا. اردين احنا معدلين جينيا هذا. ديسكارد. انكيوبيت نفسه نبه. نبه الناس التي شوية. لأن هني عندنا فيونج محترم الصراحة جدا جدا محترم يعني. لو حطي واحد صوب الثاني يغطي هالصوب. كم واحد هني؟ 13 نفر. وهني 44 واحد. بس توي حاط عند الدكاكين يعني تتريون شوي. بس نرفع الموظفين. مايكرو مانجمنت لابد منه. خلنا نسموه مو مشكلة عادي. شوف الحين ما عليك يزيد القست. شوف كم قست يزيد عندي. دبل قست سارون. نايس. في مانجمنت فيو بعض الامور يبغونا نتلاعب فيها عقب بس مو مشكلة. هتشوفهم جالسين. يا الله كل شوي بيسوي لي تويك. كورتيسورس هذا أقدر أجيب كورتيسورس أنا الحين. هذا كورتيسورس. لحظة خلنا نشوف فوسلس عندنا. ما عندنا فوسلس حقه بعد. أنا ليش مش مطرش مهمة؟ ليش ما تقولوا لي؟ ما عرفت. نيو كونتراكت. نبا واحد اثنين ثلاثة. بمر عليهم بالترتيب خلاص. برجع على هذا. بيرفورم تو سكس فليكس بوزيشن دكسايتس. واحد اوريدي راح. مندزكسل هذا يبون كريدنس ريتس ديناصور جينوم 60%. هذا عقب بنسوي هذا انكريزير ديناصور ريتنج تو 3 ستارز. يبالنا لا يبالنا ديناصورات. هو في مجال حق بعد حديقه ديناصورات اخيره اظن هني. اروم احط ديناصورات هني بس اذا الكهرباء تسمح لي. اذا الكهرباء ما تسمح لي الكهرباء تسمح لي في مجال نقدر شوي نسوي شغل هني. هايل شو وضعهم؟ مش هايل سوري. وين صاروا هذيل مكان ترعود حقهم؟ انا ليش مش حاطط فيوينج بلاتفورم هني؟ ايوه هو ده الكلام. خلهم يجون هني. عقا وسط الشير او انه ما يبين. والله شل الشير انا اسف. ونبا فيوينج بلاتفورم الجديد. نبا احط اثنين. خلو شفناه احنا صح؟ انا اظني ما شفناه. تصدقون حطي هذا هني. وابا شو اسوي؟ اسوي حركة شوي سحرية جديدة اللي هي بقايس على هذا البلاتفورم. حطي واحد هني. اوكي يشوف كل شيء. واحد هني يشوف كل شيء.
شوفوا يعني واحد نحطيه بالطريقة هاي، ثاني نحطيه بأي طريقة هاي. أوكي بعد أظن عمرهم خلص، أنا الجزيرة استوت قديمة. أولد إيج هي عمرهم خلص هالمساكين. خلينا نحط لنا واحد ولا شيء غير. ممكن كليك أول شيء بنحطها عند موسفورس في الليست، وبنسوي ريليس حق هذا، بنزيد تنين غيره. انزين شو بيستوي هني؟ أنا بخبركم اللي بيستوي كالتالي، بنيبي دار اللي دار دايل القو هني هني، وبنيب اللي دار القو هني، اللي دار القو بنيب وين هني. بحاول اني اعق هني محل بعد في النص، شوفوا حركات حصلونها عندي، لازم شوي تأليف. نيو هذا شو بعد؟ واه هذا شو اسمه المونوريل مالي، وصل المونوريل. ما يستوي مكان محل الثياب، حيت كان صغير صح. الله اكبر واحد شكله محل الثياب، للاسف ما استوى. خلهم وصل لهم كهرباء بدل ما واقفين بعد البطالية هاي. خلهم هذا في الوسط لين وين؟ لين هني. ادري بعد ما في كهرباء، بس تبوا لك كلمة. شوفوا عندهم فيونج ريزيرف امبتي يا حبيبي. وش حق ليش عندي رنجار تيم الحين؟ هاي اللي يوعون والله، يبون العيد قسم بالله، يطلعون هني يرشون كل حد رش. بس عندهم نفس المدخل بس ما قاعد يروحون. مكان عود عندهم ترى. كومبليت اكسبيديشن، ذكرتوني شو اخبار اكسبيديشن مالي. شو اخبار الجينات؟ نباك نحن ندورك دوره، تعال بس تسوي فيل علينا كل شوي خايس. شو السالفه؟ هي هي هي، لا تزعل لا تعصب، عندك فيدر ثانية لازم داك يعني. لا مو بزعلان. كم واحد هني؟ 10 هني، 10 هني. شوف التغطية كاملة. عبا بعد كفو 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 اللي معبين. نخلص ابحاث كلها في الجزيرة، نستعمل فلوس الجزيرة اللي مدخل نحن جزيرة ثانية، ترى فلوس صغير مرة نضبط الوضع. المونوريل اوه هذا اسمي شيء سياحي. ابا اول مونوريل وين يخطف؟ مرة دايركت من شيء قريب يكون يعني، بس ما عندي مساحة والله، اني مخرب علي المساحة. بس اظني لازم اشله من هذا، تصدقون اتصور وصل لين وين؟ وصل لين هذا سبوزلي. بحطيها انا وين؟ لفة حول الحديقة. زين في نصهم، في مرة في نصهم. أبا يلف وين؟ مونوريل حولهم. يوهو
والله شوف الحين مش خبير فيه. Well done completing that contract. لحظة هذا لازم يشله يعني. زين. وين صار مونوريل مالي؟ بيكون المونوريل في هذا. لا بالعكس بسوي. شوف الحين هنا هاي لعبة السياح هاي خطيرة 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 يا بيه. وين صار؟ ان شاء الله يخطف ان شاء الله يخطف ان شاء الله يخطف. بيدعم كيف ارفع وانزل الحين؟ ما بروم اخطفه من عند هذا. هذا معناه شو بسوي؟ انا شلت هني شو شبك؟ لحظة انا شلت شبك؟ اذا شلت شبك مصيبة. لحظة يب شلت شبك. زين ان انتبهت له. ها معناه هذا لازم اخطفه من ورا اللي هو وين؟ خلنا ننتبه انا شو قاعد اشل. لا يجيب العيد والله انك انت بيجيب العيد. زين اباي خط في خط من فوق مره دايركت السايح اللي بيجي هني نعطيه مجال شو يشوف؟ يشوف الحديقه كامل مره من هني. هي من بدايه يشوف حتى هني مر على هاي ما يروح اماكن غريبه يعني ما يروح على الإدارة ما إدارة. خطف على منو؟ على هاي للحين مرة من عند البيونج بلاتفورم من وراه. أيوة هني معبر ممتاز. شوفوا يخطف من هني. زين الحين خلنا نفس كيف يشتغل. Increase your transport coverage and help us all take a load off. انزين اوكي شيبها. شو ناقص من كهرباء؟ نمد له كهرباء. شو ما نمد له كهرباء؟ نمد له ابو الكهرباء بعد هذا. انزين وهو الثاني في كهرباء؟ ما اظني والله في كهرباء. هذا له في رود حق هذا؟ لا اوكي. هني اللعبة هاي لعبة لعبة ممتازة هاي. هتشوف جاهز ترى 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 ترى. زين هذا هني يسوي لنا يعني صراحة إعادة جدولة مش طبيعية للجزيرة كامل. هالقطار مش شغلات اللي ترياها انا صراحة. زين نيو جينوم يبا بس جينوم ما عندنا الحين. احنا مرة دقة دبليت مبا 360 ريسيرش. شو عندنا جينوم؟ نبا مشن جديد. ما خلص كل الريسيرش بنحول خلاص. عقب الحلقة هي بتكون في الجزيرة الجديدة. Apply Protection Upgrade to Medium Power Station. يبا Medium Power Station أصلا عندي ريسيرش Medium Power Station أنا. لا هذا في الجزيرة الثانية هنا مرة بسويه. أظني ما أقدر. أظني ما أقدر أسوي Medium Power Station. Medium موجود عندي. Apply outage breaks to medium power station. 750,000 يا حبيبي يا حبيبي. 750,000
على فكرة أنا تقريبا ما أعرف وين حطيتها. أول مكان شفته فيه حطيتها. وين حطيتها أنا؟ لا مكان زين زين، كنت بحط حديقة ديناصورات، لكن شكله بندخل جزيرة ثانية أسرع ما أنا تخيلت. زين، apply power outage protection 1 go to finance. حبيب فلوس فلوس يا حبيبي فلوس. 89. شو أخبار expedition؟ شو أخبار الريسيرش؟ أبعد يطول يبا outage protection عليه بنحطي. أنصحكم تجمعون قد ما تقدرون فلوس أول جزيرة وتخلصون مهمات، هذا بيسوي لكم فرق خرافي. سامحوني حلقة طويلة، أنا أعرف حلقة جدا طويلة اليوم، بس نخلص هالجزيرة الأولى. حصلنا الاختار يعني، لا تنسوا إحنا حصلنا الاختار الحين توه، ناس تبى تشوف. يعني أنا صراحة شخصيا ما بأمشي، أنا بعد شخصيا ما بأمشي. زين، بفضل اختار دائما. 3 كيلو، 3 كيلو حلو بعد. فاث كونكشن يس، ستورم بروتكشن نو. ما عندنا عواصف هني اصلا. سولوشن تراك ستيشنز 2 هاشو انشور نمبر 6 جست فور تريد ريجنوفنت من هذا امور طيبه. وين الخطر بتشوفه؟ اكيد في خطر يتحرك ولا مو في؟ ما خطر اقول ما عندي خطر. هذا شوف يه جهله، يبون اكثر ما يبون اكثر بس سم. ها شو سمك مني بس سمك الحين وقت السمك نفسين ساعة حق مجبو السين. يبالي كارنفور جديد، ابو اكل لحوم جديد بس مش قادر. زين وين صار apply outage protection؟ تعال 1.0 ما يبى الثانية، يبى 1.0 يبى. Improved power output خلو ما يلحق عقب. نبى مهمة جديدة، مهمة جديدة. أنا راضي بالاختار بس دام طلعت الاختار هني خلاص. 4.5 star ها بيفتح لي بعد جزيرة ترى، بعد بيفتح لي جزيرة مش بس هذا، بيفتح لي جزيرة جديدة. كم ستيشن؟ ليش اختار واحد؟ ليش مثل اختارين؟ مش من كثر الزوار، لكن يبغى اختار ثاني بس مش كاتب لي وين كم واحد قاعد يستعمله. في ناس طالع نازل اصلا ما اقدر اشوفهم اذا واقفين. نو ما اقدر اشوفهم. ليش ما اقدر اشوفهم؟ تبا لهم. روح لين مرة دبليت، روح نشف يا جماعة. كل الابحاث هني خلصت صدقون. هاي نهاية حلقة اليوم، يمكن نهاية الجزيرة حتى. هالجزيرة يعني صراحة ممتازة، خدمتنا خدمة مش طبيعية. الحين سوينا ابحاث ما ابحاث وهاي الامور هني، وسوينا مهمات. بس اني اخلص المهمات كلها ترى مو بشوي، ترى يبالي وايد. less than 1 minute ما بوصل 4.5 star. ببدا الجزيرة اللي عقبها عشان نبدا نسوي ريسيرش كامل، لان المشروع النهائي لهاي اللعبة شو بيكون؟ بيكون الجزيرة تحيدونها هيك اللي هي عبارة عن ساند بوكس، بيكون المشروع هناك. فلوس هنا يعني، عندي فلوس ما بيطلع والله، بس مجبور والله. يمكن يوم اطلع جينوم جديد ارجع هني بشوف انا كيف. المهم هاي كانت حلقتنا اليوم، لو طولنا عليها سوري، وشفت انكم حابين السلسلة وما شاء الله، وشب مشكورين على 600 متابع. والحين لهالسبب هاليوم بتنزل حلقتين، يمكن انزل حلقة ثالثة بتشوف كيف التسجيل ان شاء الله يمشي معاي. دامكم مستمتعين في اللعبة اهم شيء لا تنسوا تدقون لايك تحت، تدقون سبسكرايب والامور الطيبة كلها. والسلام عليكم ورحمة الله.